السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا بقالي حوالي 15 يوم تقريبا في مصر، وال 15 يوم أنا طاير ما بين المحافظات، يعني هنا شوية وهنا شوية، من كل بستان زهرة يعني زي ما بنقول. وطبعا كنت تعبت شوية، وأكيد حضراتكم متابعين، بس الحمد لله كان الدنيا. وكان عندي محاضرة 4 ساعات في محاضرات 1000 معلم مؤثر. اللي معانا في 1000 معلم مؤثر يرفع ايده. سعيد ان انتوا هنا، سعيد. طيب الحمد لله قمت وقدرت ادي المحاضرات دي، والحمد لله ان انا معاكم هنا دلوقتي. وحقيقه انا حضرت البرزنتيشن اول امبارح اللي ساعدتني فيها مريم بنتي، ربنا يبارك فيها، وكنت عايز اديها شغل تربوي كده، تبدا بقى تحضر برزنتيشن. فهي جاية دلوقتي، هيحضروا الأولاد جايين دلوقتي، بس الطريق بقى أنتوا عارفين. السمارت كارير ديزاين، أنا أتذكر وأنا طالب زي حضراتكم، وما زلت طالب ببحث عن العلم وأتعلم، بس كنت لسه في بداية المرحلة. بتذكر الكلام ده في 2002، خريج أنا علوم قسم كيمستري 2002. دلوقتي إحنا في 2023. لما بيدعوني أصدقائي ونقعد مع بعض ونقاشاتنا اللي هم خريجين الدفعة، الناس اللي طلعت لقت واسطة ولقت شغل في شركات ولقت شغل في مؤسسات كبيرة جدا، خال وعم وجد ومش عارف ايه، على طول اتخرجوا واشتغلوا. والناس اللي فعلا ملهاش حد غير ربنا سبحانه وتعالى اجتهدوا وسعوا، واللي اشتغل دعاية واللي دور على منحة وال اتبهدلنا. يعني كنا دايما بنسأل، هو الناس اللي لقيتها سهلة وراحوا خدوا الكارير بسرعة واشتغلوا وعملوا فلوس، طب واحنا هنعمل ايه؟ احنا هنفحت في الصخر، هنعافر يعني. سبحان الله، بعد 23 سنة بقف دلوقتي بنتفرج، وفي نقاشاتنا اللي خدوا الطريق السهل والوسطى وما كملوش تعليم نفسهم هم الأقل دخلا والأقل فكرا وثقافة وتقبل للآخر وعلم. واللي خدوا الطريق وتعبوا واجتهدوا، أنا ممكن أقولهم بالأسماء. يعني أنا معزوم في فيلا واحد من أصدقائي اللي عرق بألف واثنين وثلاثة، لحد من دلوقتي بنتكلم، أنا مش عايز أقول عدد الملايين اللي عنده، يعني فيلته ب100 مليون. ده عملها من الصفر، كان معايا بنشتغل في شركات الأدوية مع بعض. اللي اشتغل وتعلموا وكملوا تعليم حياتهم وموقفوش على الشهادة بتاعتهم في مكان آخر من العالم، في حتة تانية، ماديا وتعليميا وثقافيا واجتماعيا، هي كده. فأنا حابب أقول لكم، أنا كنت مكانكم في يوم من الأيام، كنت عايز أبقى الموضوع سهل بالنسبة لي، بس أنا أحمد ربنا أنه ما كانش سهل. كل تحدي وكل دراسة وكل اجتهاد جنيت ثمرته. الوقت مش بإيدي ولا بإيدك ولا بإيد أي حد، الوقت بإيد الله عز وجل، ده الرزق ما فيهوش نقاش. فدي بالنسبة للكارير، دي القاعدة الرئيسية. فاللونج لايف ليرنر اللي هو بيتعلم على طول، هو ده اللي هيقدر to design his or her career. بس مفيش غيره، هو الشخص ده اللي هيفضل يتعلم باستمرار. انا اذا انت قدرت تؤمن بالتعليم، you believe، اكثر ناس غيروا العالم، اثروا فيه، احدثوا نهضة في بلدانهم، احدثوا نهضة في مجتمعاتهم، كلهم كان عندهم ايمان واعتقاد، اصحاب عقيده. انا عايز اسال بقى هنا، كم واحد بيؤمن في التعليم انه هينقله نقله نوعيه؟ يرفع ايده. هو ده الموضوع، ده ليه شواهد مش كلام. الشواهد ان انت تيجي في محاضره زي دي وتقطع، مين اكتر واحد جاي من ابعد مسافه في مصر هنا؟ مين اكتر واحد جاي؟ مين جاي منين؟ كفر الشيخ، ابعد طنطا، زفته،
فده الدليل. كل ما هتفضل تتعلم، كل ما هتفضل تجتهد وتذاكر، انا بقول لك انت ماشي في الطريق الصحيح. اذا افتكرت المشكله ان احنا بنتعامل مع التعليم انه شهاده وهروح امتحنها واخد الشهاده واطلع اقول انا بقيت الاول او الاول على الدفعه او او او، ونطلع نشوف سوق العمل قصه تانية خالص، موال تاني خالص ما درسناهوش اثناء الجامعه، فبنحبط ونحزن. فايه الحل؟ الحل احنا نغير طريقه تفكيرنا. احنا مش هنقدر نغير سوق العمل ولا هنقدر نغير الواقع اللي احنا فيه، بس احنا نقدر نغير نفسنا بالتعليم. تمام كده؟ فبرضو الناس اللي بتقدم على منح ودراسات وسفر والكلام ده كله، طريق طويل، محتاج صبر، محتاج اجتهاد، محتاج تعب، محتاج انك تكون مؤمن برحلتك التعليمية. والرحلة دي يمكن انا واحد من الناس لما كنت في كلية علوم كنت حاطط تراك واحد، طريق واحد، اللي هو بقى ايه؟ انا اختي استاذ في جامعة الازهر جاية بتحضر، الاستاذة الدكتورة نعيمة عبد العزيز، كانت هي التراك بتاعي ان هي ابقى زيها معيد في الكلية. بس بالصدفة البحتة وانا ماشي بقى في الطريق، اتفرجوا كده، لقيت ان انا ممكن اخد ماستر بي اتش دي، بوست دوك، ريسيرش فولو، بروفيسور. ده طريق واحد، واحد بس، اكاديميك كوردينيتور، ريسيرش كوردينيتور، ستاف ساينتست، اللي انا فيه ريسيرش ساينتست، يونيفرسيتي ليكتشرر، ساينتست كونسلتنت، استشاري كبير في شركات كبيره، تشتغل في الصناعه ساينتفك ريسيرش اوفيسر، تشتغل كاستمر، تشتغل كاستمر سبورت وسيلز وماركتنج. واخد بي اتش دي من كليه الهندسه، صديقي في اس ام ال، بياخد تقريبا 10,000 يورو في الشهر، اشتغل في الحته دي كاستمر سبورت سيلز. عرفت ده ساينس كوميونيكيتور، مبسط علوم. حد هنا بيتابع هاشم الغيلي؟ يعرف هاشم الغيلي؟ ده اعلى ساينس كوميونيكيتور في العالم، من اليمن، قاعد في المانيا، بيتابعه 33 مليون، معاه ماستر، بس ما خدش بعد الماستر في البيولوجي. اتابعه هاشم، تنين. انا من الناس اللي بحلم اجيبه معايا في مع معافر، يعني بتواصل بيه مش عارف اوصل له. يعني ساينس جورناليست، انت ممكن تشتغل ساينس جورناليست، ممكن تبقى رائد اعمال. كان معايا لقاءات في مع معافر وتوجيه، جبت ناس خريجه علوم عاملين شركات في مصر، ستارت ابس دلوقتي قيمتها السوقيه 30 مليون دولار. اكتبوا نواه، دوروا على نواه دكتور احمد صقر صديقي، وجبته في مع معافر حلقه. رياده الاعمال، هو اصلا نانو تكنولوجي، هو نفس التخصص، نزل عمل ستارت اب. فريلانسر، ممكن تشتغل اي حاجه فريلانسر جنب الريسيرش واللي انت عايز تعمله. احنا مشكلتنا بنبقى ايه بقى؟ عارفين شريط القطر بالظبط كده، احنا ماشيين كده، عايز اكون ده وعايز اوصل لده، اذا ما وصلتلوش نحزن ونكتئب ونتضايق ونتخنق ونقعد نكلم في طوب الارض. طب انت ليه حضرتك ما فكرتش في الاوبورتيونز اللي موجوده قدامك الثانيه؟ فده بس كليه علوم. على هذا نقيس اي حد هنا تخصص علوم، صيدله، في الطب الكلينيكال، تخصصات الطب واسعه جدا والشغل فيه واسع جدا. فانا عايز اقول لكم ان حاولوا تفكروا بطريقه مختلفه، وحاول تبقى مرن وانت ماشي في الطريق بتاعك. ما تظنش ان لازم تبقى الشخص ده، لا، انا عايزك تبقى محدد هدفك انك تبقى لونج لايف ليرنر، متعلم بتجمع علم ومعرفة مدى الحياة، هو ده هدفك. طيب الديستنيشن بقى هنوصل فين؟ اسعى انك توصل الديستنيشن انت محددها، مفيش مشكلة. ما جاتش عادي، العلم هيوصلك لديستنيشن تانية، العلم هيوصلك لتالتة، العلم هيوصلك لديستنيشن تالتة. خليك مرن. الشركات، اقروا عن شركات نوكيا وكودك وشركات ماتت اندثرت بسبب عدم المرونة وعدم الادابتابيليتي، ما عندهمش قدرة على التكيف. فهنتكلم عن ده في التيبس اللي لازم كل حضراتكم تعوها جيدا وتاخدوها فين؟ امام عينكم. فانا اديت لكم مثال ان انا كنت محدود الفكر وحاصل قدراتي كلها ان انا ابقى معيد، و مش ده معناه ان ده غلط، لا، انا في الجامعه بدرس في الجامعه، بس انا شفت
ان الرحلة التعليمية محتاجة اني استكشف حاجات تانية عندي. يا جماعة عشان نتكلم، لو جينا نعرف التعليم من ايام جاليليو سقراط والناس دي، بيتكلم بيقولك احنا بنتعلم to discover our universe، العالم. انا الكلام ده شرحته في الف معلم ملهم. احنا بنتعلم ليه؟ بنتعلم مش عشان الشهادة، احنا بنتعلم عشان احنا عايشين في الحياة دي وعايزين نعرف حاجات كتيرة جدا عن العالم اللي احنا عايشين فيه. طب انا هسأل حضراتكم، هو انت عايز تتعرف على العالم وما تتعرفش على نفسك انت؟ مهاراتك انت؟ نقاط قوتك انت؟ هتضيف ايه للعالم ده؟ ده علم، ده education، محتاج من حضرتك تقرأ وتذاكر وتجتهد عشان تعيش حياة عظيمة. لازم تبص لنفسك كده انك تستحق انك تعيش حياة كريمة. الحياة الكريمة تقتضي منك انك تتعلم. عايز اقول لك، هل يمكن تعبد الله عز وجل وانت مش فاهم دينك ولا متعلم دينك؟ لا يمكن. فهو التعليم هنا، لو دخلت للتعليم المنظور ده هتلاقي نفسك طول الحياة انت بتتعلم ومستمتع برحلة التعلم، وبتكتشف نفسك وبتكتشف ذاتك وبتكتشف العالم الخارجي. وصلت كده؟ ده المفهوم الاوسع والاشمل للتعليم. طيب خليني اخش على حتة مهمة جدا انتقل اليها، عشان ليه انا جاي اقول المحاضرة دي وليه احنا عمالين نتكلم في التعليم، وانا بعشق اني اتكلم في التعليم، وممكن اخدكم نقعد 6 ساعات نتكلم عن التعليم مش هيخلص. بس انا اقول لكم، لو دخلتوا شفتوا الاستاتستكس مثلا على كيورا، اسأل how many PhD holders are there in the world nowadays، كم واحد معاه PhD؟ الاستيميشن بالدول بالارقام بنتكلم من 18 ل 20 مليون ده PhD holder. بالصلاة على النبي ما شاء الله، مش انتوا خالص. انا اظن حد هنا معاه PhD في اللي قدامي؟ 1 2 واختي طبعا 3. اقعد يا معتصم، انت ابوك. فاحنا بنتكلم 3 معاهم. انتوا متخيلين على مستوى العالم هم تقريبا بنتكلم 18 20 مليون. الستاتستكس طبعا مش دقيقه، ولكن دي الاقرب لدقيق. ده دقيق. الاو اي سي دي اورجانيزيشن فور ايكونوميك كوبريشن اند ديفلوبمنت، دي افضل ستاتستكس اتعملت في الموضوع ده. ماشي كده؟ اتفضلوا، بيتكلموا في كام؟ 300 مليون شخص حامل شهادة وخريج في 2030. 300 مليون. انا بقى عايز اسأل حضرتك، انت مميز بايه ما بين ال 300 مليون دول عشان تقنع جامعة تاخدك، عشان تقنع شركة تاخدك، عشان تقنع مؤسسة تشغلك عندها؟ كل واحد لازم يسأل نفسه السؤال ده دايما وهو في رحلة التعلم، كيف اتميز ما بين ال 300 مليون دول؟ كلنا بندخل الانترفيو ندور على منح دراسيه في اول سنه بنحبط، تاني سنه خلاص، تالت سنه مفيش. المنح بتيجي في 5 و6 و7. محمود الضماصي بعد 10 سنين جاب منحه في مكان في هيلم هولتس انستيتيوت في معهد برلين للطاقه، ده من اعلى الانستيتيوشن على مستوى العالم. البروفيسور بتاعه من افضل 4 بروفيسورز على مستوى العالم. رحلته كانت 10 سنين بيدور على منحة دراسية بس بيختار، في الآخر جاله حوالي 10 منح دراسية، اختار واحد، هو اللي اختار المنحة واختار الدولة. ولما عمل انترفيو كلمني قلت له انت مقبول، من قبل ما يوصل الانترفيو، معانا طالبة شغالة معايا على الصفحة اسمها دينا. قلت لها يا دينا انت كام سنة؟ قالت لي دي السنة التالتة، فازت معايا فريق الصفحة. دينا فازت إيراسموس بلس، واخدة سكولرشيب من اعلى السكولرشيبس على العالم في مجال مش موجود في مصر ولا في اوروبا، كريتيكال جدا. وخدت، كانت دينا داخله بتتعلم لونج لايف ليرنر وبتبحث على منحه تحطها لحضراتكم تقدموا عليها، فعجبتها المنحه راحت مقدمه. جت قالت لي انا عندي انترفيو، بعتوا لي كذا كذا، اقول ايه وهخلي بالي من ايه؟ قلت لها كذا 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 كذا. بعد ما طلعت قلت لها، بعتت لي قالت لي انا قلت كذا كذا، قلت لها انت اتقبلت؟ ابشري، يعني موجود عندي المسج. بعد يومين بعتوا لها اوفيشال، ودلوقتي بتخلص في السفاره ومسافره ايراسموس بلس. انا مش عايز اقول لكم السالري كام ولا الانكم بتاعها كام، لان فعلا اتس موست برستيجيوس سكولرشيب ماستر. بعد 3 سنين انت جاي لي لسه طالع بقول
حضرتك بتدخل منح دراسيه بتنافس مع مين؟ بتنافس مع ناس من الهند. الهند وما ادراكم ما الهند، باكستان، اندونيسيا، دول ملايين ومليانه بتخش معاكم في المنح. ناس بتقدم بياخدوا الدول بتاخد كريم اوف ذا كريم عشان تو انفست، بيحطوا فيهم فلوس معايا كده. ياخدوكوا ليه بقى؟ شركه مالتي ناشونال انترناشونال. اسال نفسك قبل ما تروح، انا السي في بتاعي عامل ازاي؟ انا شكلي ايه وسط الناس؟ فده اللي انا حبيت اقوله من السلايد دي. الاستاتستكس دي هي مؤلمه وصعبه. يعني انا لو كلمتكم عن الجينيريشن الموجود دلوقتي في اوروبا وامريكا واللي انا بقابلهم، حرفيا مش هتكملوا تعليم من صعوبه المنافسه. انت عشان تبقى بروفيسور دلوقتي بره بتبذل مجهود اضعاف اضعاف اللي كان بيتعمل من 10 سنين و20 سنه. بروفيسور عبد الله موجود معايا، المنافسه شرسه، البوزيشن بينزل بيتخطف، بيبقى فيه 50 60 واحد very good candidate excellent candidates، مرشحين ممتازين. السؤال بقى هياخدوا حضرتك ليه؟ هو ده السؤال اللي انا دايما الشباب بقوله، اسال نفسك هياخدوك ليه. اذا قدرت تجاوب على السؤال ده صح، اللي هيجاوب على السؤال ده هقول لكم عليه اجابه السؤال ده هتتعامل ازاي، وهي دي الغايه من المحاضره النهارده. طيب انا قلت لكم 4 سلايد صح؟ الصوره دي عظيمه، الصوره اللي انا حاططها دي عظيمه، بتقول لك انت ازاي هتخرج بره الطابور. ما عادش بقى حزبه اصل انا دكتور، اصل انا صيدلي، اصل انا مهندس، ده مفيش خلاص. العالم دلوقتي فعلا ممتلئ، في وفره من حضرتك في كل التخصصات والمجالات، في وفره من سيادتك، في طوابير. تخيلوا كده، طابور مهندسين، طابور اطباء، طابور صيادلة. كلامي مش انهزامي خالص. السؤال بقى انا هطلع شخص. لا ده انا على طول بوزيتيف، ده هم النهارده بس عشان دي مجموعه الصفوه اللي جايين المحاضره. ازاي نطلع من الطابور حضرتك وتبقى في الموضوع؟ صعب اطلاق، الموضوع مش صعب ابدا. لو اشتغلت على نفسك، اجتهدت، سعيت، عرفت ان انت لونج لايف ليرنر. انا هقول له انا جمعت ال 40 سنه اللي فاتوا من عمري في السلايد دي، اقف بها بين يدي الله عز وجل، اقول انا عديت ما علي. ديسكفري جيرني دي وانا في التاكس حطيتها، ان احنا في رحله لاستكشاف الذات. وإذا أنت في رحلة لاستكشاف ذاتك تبقى مرن إنك على طول لازم تقيم نفسك وتعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك. هدي لكم مثال. ليه دايما الناس كلها، أنا عموما يعني دائما أتكلم في تقييم الذات؟ لأن حضرتك عندك عضلة، في عندك إمكانية الله سبحانه وتعالى وضعها فيك. لا يمكن كل إنسان على سطح الكوكب عنده ميزة أو مميزات أو مجموعة من المميزات، إذا اكتشفتها هتتميز بيها، إذا ما اكتشفتهاش تضمر وتذبل وتموت. عشان كده ألف معلم مؤثر احنا عايزين ننقب عن الماس اللي موجود من بدري. تكتشف نفسك انت قوي في ايه، دخلت تخصص ايه، هتدرسه ليه، بتحب ولا جاوب. سيلف ايفالويشن اسسمنت بيعتمد على النوليدج بتاعتك، دراستك اللي انت درستها، بيعتمد على مهاراتك اللي عندك وشاطر فيها. يعني مثلا انا اهو وانا ماشي في السكه، انا ساينتست عملت ماستر بي اتش دي، ماشي في طريق الاكاديمي، وجدت ان انا محاضر جيد، محاضراتي بتقيم في المانيا ان هي محاضرات ملهمه، محاضراتي في فنلندا ملهمه، عملت ايه؟ طلعت عملت سوشيال ميديا، بقى عندي فوق المليون متابع. ليه؟ لاني رحت على نقطه انا عارف كويس ان هي لازم استخدمها واشتغل عليها. يعني انا بعرق فيها وبجتهد واشتغل على نفسي،
بحضر كويس، بقرا كويس، معايا تيم حوالي 50 شغالين. المنصات اللي حضراتكم بتشوفوها دي في 50 واحد شغالين عليها، في منهم 3 أو 4 موجودين هنا ما بيننا، فمش رمزي عبد العزيز ده، في منصات كتير جدا. لكن لما اجي للبرزنتيشن سكيلز، لما اجي للكونتنت كرييشن، صناعه المحتوى، وانا ساينتست في جامعه، لا يمكن حد يوصل ازاي يعمل محتوى بيا بمستواي انا، لان انا ساينتست، ده شغل، ده اكل عيشي، ان افتش عن المعلومه واجيبها وادقق مصادرها. اذا انت ما بتقدرش تعرف ده وتستخدمه وتستفيد منه، طب ازاي؟ انت ممكن يكون عندك حاجات كويسه جدا، لو ما عندكش هقول لك ازاي تعمل ده. طيب الـ لازم تبقى عارف الجول بتاعك، انت رايح فين. لو انت ماشي كده مش هيبقى عندك internal motivation، ما عندكش حافز داخلي انك تتميز. الحافز الداخلي عند اي حد هو الطاقة اللي بتخليه يطلع اقصى قدراته العلمية والتعليمية وكل شيء. ليه؟ زي ما قلت، انت مؤمن انك تقدر توصل لشيء، هتحارب عشان توصل له، هتعافر عشان توصل له. لكن اذا كان ده فاضي وما عندكش اصلا هدف، هتجري ليه من البداية؟ فده لازم تحدده، لازم كل واحد فيكم يقعد مع نفسه جلسة صادقة ويحدد هو عايز يوصل لفين. يبقى قلنا الرحلة، ان انت في رحلة تعليم واستكشاف عن الذات. قلنا انك لازم تقيم تقييم صحيح بناء على مهاراتك وقوتك. يجي بعد كده حتة سوق العمل عايز ايه بعد ده. ليه؟ لانك انت لو تميزت هتخرج بره الطابور بسهولة جدا 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 جدا. اذا عرفت نقطة قوتك، زي واحد مثلا عرف انه عنده عضلة الايدين والرجلين، فلعب كورة ولعب عوم ولعب سباحة، لعب حاجات كتيرة وباسكت بول بس في مدرب لقطوا ان فرد الدراعات ومع طوله وسط الناس، لا انت مختلف، هاتوا ده. يعني الاربعين سنة بتوعي انا عايزهم انت بقى تطلعهم بسرعة. هو ده المغزى من المنتورشيب، الاكاديميك منتورشيب، ان حضرتك تاخد ده وتكمل انت تطلع بسرعة، ما تقعدش تقع في الحفر بتاعتي. انا مش عايزك تقع في الحفر، ما انا وقعت وغيري وقع وبقالنا 20 سنة بنعافر. انا المفروض اوصل لك ده وانت تبني عليه وانت تكمل للي بعد كده. فهي دي الفكرة، ديترميناشن. لو انت المعافرة، انا عايز ان حضراتكم الكونسيبت ده يفضل معاكم، انك هتعافر وتعاني ولازم صبر، ده مفيش فيها نقاش. هتستعجل خلاص. انا عشان اقف الوقفة دي انا قلت الكلام ده مرارا، بعد 23 بعد كام 21 سنة من تخرجي عادي، مفيش مشكلة انك تنضج وتتعلم وتفهم وتعمل مبادرات مجتمعية وتعمل مؤسسات تعليمية وتشتغل في جامعات كبيرة. بس الفترة الزمنية دي مش بإيدك ولا بإيد أي حد تاني، وده اللي أنا عايز أقوله لكم. لكن هتوصل، أنا بقولك بالتعليم هتوصل. أنا والدتي رحمة الله عليها مش موجودة، بس هي اللي كانت عارفة ان انا هقف الوقفة دي. انتوا متخيلين من 40 سنة بالتعليم، هو ده. فده اللي انا عايز اوصله لكم، الموضوع مش انك عشان تعيش ده وتشوفه، انت عايز فعلا 20 سنة عشان تشوف جانيك. كل اللي اتعلموا معانا بدفعتنا في اماكن كبيرة لانهم اشتغلوا على نفسهم بالتعليم. لو جينا بصينا بي along لايف ليرنر، قاعدة 90-10 دي، امبارح انا مع الدكتور ايهاب مسلم، ده حد يعني قارئ له مثلا 20-30 كتاب مذاكرهم في ادارة الاعمال، وكنا بنتناقش في قاعدة 90-10. ايه 90-10 دي؟ انا عايز بقى النهاردة دي تطلعوا لي ب90-10 دي. 90-10 في 10% من الاحداث اللي بتدور ليك بصفة شخصية خارجة عن ارادتك، 10% بس خارجة عن ارادتكم، مالكوش يد فيها. البيئة والام والاب والدولة اللي انت مولود فيها مالكوش فيها، ماشي؟ و90% هو رد فعلكم انتم والاكشن اللي بتاخدوه على 10%. فانت لو ما تعلمتش
وسعيت وعرفت تختار ازاي وعرفت تقيم نفسك صح وتحط نفسك في المكان الصح وامتى تقدم للسفر للخارج وامتى تفضل هنا، اذا انت ما قدرتش تعمل ده وتبني مهاراتك فبالتأكيد 90% دي هتقع. مين السبب؟ مين السبب؟ مش انت، مش 10%، ده هم 90% اللي في ايد حضرتك. وصلت؟ فدايما اول شخص تلومه وتتجه له تشاور تقول انت غلط هو نفسك مش حد تاني. تمام؟ المعنى ده عشان توصلوا له، الدكتور ايهاب مسلم شعره شاب والله، بقول لي والله يا رمزي انا 60 سنة على ما وصلت القاعدة 90-10 دي، وعايز اقول لكم ان من التكست بوكس الغربية، يعني الكلام ده مش هو افكاره لا ولا افكاري لا، ده ناس وصلوا بعد ما، ده خلاصة ريسيرش كبير جدا بس انا اتبسطها لكم في 90-10 ماشي كده. ده لازم تحطها في بالك. لو انا بيئة لونج لايف ليرنر قلت لك لازم تجيب درجات حلوة، لازم تعمل ديب ليرنينج، لازم تتعلم وانت ماشي في رحلتك تتعلم بعمق، يعني ما تاخدش من على السيرفس، ما تقراش من بره، تخصصك تجيب تكست بوك، تشوف محاضرات على اليوتيوب، تخش على كورسيرا، يوديمي، يوداسيتي، احنا عندنا وفرة في المعلومات، وفرة في النوليدج، وفرة في المحاضرين، كل شيء بقى متاح. وعندنا أزمة إزاي نختار إيه اللي هنتعلمه، إحنا في الزمن ده كده. أنا مشكلتي دلوقتي إن إحنا بنبني الناس إزاي تختار المصادر التعلم من كترها. فدي مهمة جدا، مهم تفهم إنك توصل لفهم المعلومة بعمق، مش هتوصل للمعلومة بعمق غير بالتطبيق. يعني أنا لو قريت 1,000,000 كتاب في البرزنتيشن سكيلز وما حضرتش مش هعرف أقول كلمة هنا وأنا واقف، ما طبقتش. اقرا 18,000 كتاب في قياده الدراجه وهجيب لك دراجه واقول لك سوق، هتعرف تسوق؟ اقرا 1,000 كتاب في العوم وتعالى انزلك متر ونص هتغرق، لانك ما طبقتش. ليرنينج باي دوينج. لازم يا شباب تدوروا على مكان تجربوا فيه، تبدعوا فيه، تشتغلوا بايديكم فيه. واحنا في كليه الطب هنا من امهر اطباء العلم، اطباء في العالم، اطباء عين شمس، اطباء عين شمس ايده تتلفق في اي مجال في الطب، ايدهم تتلفق. انا كنت مندوب دعايه وبزورهم في عيادته، اعلى ناس بجد، كعبهم عالي. ليه كعبه عالي؟ ليه بروفيسور جامعه عين شمس كعبه عالي؟ ليه جامعه القاهره ليه الناس دي بتطلع في المانيا يدرسوا لهم بره ليه؟ ولما بنكلم اي بروفيسور بيقول لك انا اتعلمت على ايد بروفيسور مصري، انتوا متخيلين؟ بس احنا عندنا عقدة الخواجة. انا ما بقدرش اكشف انا اولادي، بقعد ادور على مصري في اي دولة بروحها عشان اكشف عنه، ده اللي اتمنه على نفسي. انا بلاش اقول لكم حاجة زي الطب دي البهدلة اللي بنشوفها برا، انا بنزل اتعالج هنا انا واولادي. فالفكرة دي خلي بالك، ليه بقول ان هم اطباء وامهر مثلا؟ عشان هم بيشتغلوا بايديهم الوف مؤلفة من الحالات. الولد عشان ياخد بي اتش دي بينطحن شغل، بينطحن بايده. انا وانا مندوب جيت هنا اتفتح لي درس واتعمل لي عمليه وجي السكشن كله اتفرج عليا، قلت لهم خليهم يتفرجوا، قالوا نستاذنك خليهم يتفرجوا. الايد ليرنينج باي دوينج. اسال نفسك المعلومه التي تدرسها اذا لم تطبقها تذبل وتموت مع الوقت، بتروح. طيب مش قادر اطبق، مش عارف اعمل، اشرحها لزميلك يا اخي، ساعد زميلك لله، ساعد زمايلك، اكتب نوتس ودي لزمايلك ساعدهم. الشرح هيوصلك للديب ليرنينج، تتعلم وتشرح هيثبت عندك وهيوصلك للديب ليرنينج. تطوع، روح تطوع في مؤسسات كتير جدا بتفتح التطوع على مستوى العالم وفي مصر. روح تطوع بدون مقابل بس عشان تطبق اللي انت بتدرسه. بس ارجوك فكر دايما learning by doing. volunteering، اقعد بقى فلتر مصادر التعلم. انا قلت لكم زمن الوفرة لازم تفلتر مصادر التعلم، ودي لو انتوا سألتوا فيها انا هشرح لكم لكن مش هطول دلوقتي فيها. building your network. انا الحمد لله من الحاجات اللي انا معروف بيها على مستوى العالم ازاي شبكة علاقاتي وصلت ان انا اجيب ناس من ستانفورد من هارفورد
مفيش اسم تقريبا عالميا معروف مؤثر على مستوى العالم العربي الا تقريبا جه معايا في مع معافر او توجيه. انا فاضل لي شخصيتين اتنين وكده مش عارف اجيب تاني منين. نتورك، بعرف اتكلم، دي مهاره انا اللي بتواصل بهم بنفسي وبجيبهم معايا، ومعايا فريق بقى. جبنا ناس من 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 من, من ناسا كتير جدا. بعد كده بي سكيلز هانتر، الكتب شيء انما مهاراتك انت ايه؟ المهارات، المهارات هاو تو رايت. عارفين لما واحد بيكتب بيبر اكاديميك رايتنج، دي مهاره، ده فن، ده ارت. انت ممكن تبقى ساينتست شاطر جدا في المعمل، باحث يشار له بالبنان، بس لما تيجي تكتب تفرمل ضايع. فحضرتك دي مهاره. لما تيجي تبريزنت امامك حل من اتنين، يا تقعد تصب عرق وتقع وتتلخفن وده يشدك وده يوقعك وتلاقي نفسك شهيق وزفير مش قادر، اتدرب اشتغل ميديكال ريب شهرين. الاساتذه الافاضل كلهم يعرفوا الميديكال ريب. انا ما اقفش على الستيج دي بدون 7 سنوات ميديكال ريب بتمرمط ما بين عيادات مصر. ودي اسعد لحظات عمري ان قابلت الاساتذه دول في عيادتهم وتعلمت مهاره ازاي الكوميونيكيشن مع الستاف الكبير معايا، ودي فضلت معايا. اشتغل، جات لك اي شغلانه سمر سكول هتتعلم منها اتعلم، احتك بالناس. مش هتتعلم ده في الكتب، الحياه مش بنتعلمها في الكتب للاسف. فانا عايز افهمكم البروجرامينج، نتوركينج، مهارات، كريتيكال ثينكينج، كل دي مهارات مش هتتعلمها من الكتب، لازم بالتطبيق والاحتكاك بالناس والمشاريع اللي انت بتشتغلها. فركزوا على المهارات. انا اتكلمت على مهاره المعافره، دي مهاره. في ناس كتير تقول لك انت معافر ومعافر وكتاب عافر، وان شاء الله طبعا معانا كتاب عافر النهارده. ليه الكونسبت؟ لان دي مهاره، لان انا وقعت وقمنا، وقعنا وناس كتير وقعت. ايه اللي بيخلينا نقوم؟ يعني انا اذكر مثلا في اولى جامعه، اتذكر اختي موجوده اهي، لما كنت داخل ابقى معيد ومظبط البلان بتاعتي اول دفعتي على 4 سنين والبيت كله جاهز، لانه وقعنا فما جبناش طب، فكان قدامنا علوم لازم نطلع اول الدفعه. واتذكر رحت شايل ماده في اولى، والله ما بهرج، انا ساعتها كل طموحاتي اتهدت. انا كنت عايز امسك الكتب دي اقطعها ارميها في الزباله خلاص، انا كده ده اخر حاجه كنت عايز اعملها ان اخد بي اتش دي، فكنت هكمل ما جاتش في اولى. السؤال بقى بعدها عملت ايه؟ قعدت مع نفسي، قعدت واقفه، انت مش عملت اللي عليك. انا بكلم نفسي كتير عشان اكون صريح معاكم، انا شخص بكلم، حتى زوجتي واولادي يعرفوا الكلام ده، يعرفوا ان بابا بيقعد يكلم نفسه، ده حاجه صحيه جدا، بس اهم شيء ما فيش حاجه ترد عليك. يعني انا خرافي في الحديث الى النفس وتقييم نفسي، وان انا اكبر بخاطر نفسي يعني. فدي كانت اعظم نقطه في حياتي، ان انا جبرت بخاطر نفسي وانا شايل الماده دي. اتذكر وانا داخل المدينه الجامعيه واحد شرجاوي قابلني، بس ده مش عارف ليه؟ ان انت تتكلم نفسك وسايب العيال كلهم يتكلموا عنك، يعني صعب قوي ده، مش عارف. فاللي حصل ان لما شلت ده كنت رايح المدينه الجامعيه، فواحد قابلني، وانت جاي هنا ليه يا رمزي؟ مش انت شايل ماده فالمفروض ما بتخشش المدينه الجامعيه؟ كنت داخل اجيب مذكره من حد جرحني، انا متذكر اسمه وبيتابعني دلوقتي على السوشيال ميديا واولاده بيتعلموا من اللي انا بعمله. قلت له لا مفيش مشكله يا محمد، هي فتره وهتزول ان شاء الله. وبعدها جيد جدا، امتياز، لحد ما خلصت تقدير امتياز، وما جاتش بقى فيش مرتبه شرف. عادي، انا في رحله تعلم بكتشف نفسي، نقع نقوم مش تفرق. جات الدعايه، ادخل اتعلم مفيش مشكله، نرجع بعد كده نقدم في منحه، تيجي المنحه، فليكسبيليتي، مرونه. وده ينقلني معاكم للنقطه اللي بعدها، فليكسبيليتي ادابتابيليتي، ان انت لو حزنت واكتئبت محدش هيقومك، ده قرارك انت، تفهم ان ده عادي. عشان كده بنقول عافر، ليه عافر؟
اقع عادي وتقبل ذلك، اترفض عادي واقبل ان انت تترفض. انت مين؟ ما هي كل الناس بتترفض، احنا بنقدم في 30 40 الف وظيفه بتيجي واحده نتقبل، ده العادي. انت ليه متخيل ان انت لازم بعد خمس ست وظايف تتقبل؟ ده بروفيسورز والله في الخليج بيقدموا، بيقعدوا 3 4 سنوات من جامعات كبيره في امريكا وفي اوروبا عشان يجوا الخليج، بيقعدوا سنوات ما بيعرفوش يرجعوا بسبب الكومبيتيشن العالي، تنفس عالي. طب وايه المشكله بقى؟ ايه اللي بيشتغلوا زي ما هم مكانهم لحد ما يجي الوقت هتظبط، هو خلاص بقت جلده سميك، فهم اللعبه. فانا عايزكم من البدايه ما تحبطوش، عايزكم تبقوا عارفين ان انتوا هتوصلوا ومتاكدين ان انتوا هتوصلوا بحسن ظنكم بالله وعملكم، مفيش غير الاثنين دول، اكتر من كده مفيش. شويه شغل شويه اجتهاد هتروح. كلنا كنت زي حضراتكم، انا ودفعتي كلهم في اماكن عظيمه حول العالم، وكنا احباط وحزن بس ما لقيناش حد يشرح لنا. لا اخفيكم سرا يعني، انا رجعت سبت المجموعه وقلت انا هرجع لدول عشان اقول لهم ما تلاقوش كملوا يعني. فالحته الفلكسبيليتي والادابتابيليتي دي يا شباب التكيف. انا مثلا كان ممكن اكمل في المانيا، عملنا بوست دوك في المانيا، عملت ابحاث مع بعض دكتوره في المانيا 7 سنين في المانيا، بس غاشت اوف دويتش، ده كفايه بالالماني على المجتمع الالماني والثقافه الالمانيه والتعليم الالماني. بروفيسور بتاعي قال لي تعالى رمزي معايا نطلع على نعمل رحله حلوه كده في فنلندا، طلعت معاه قعدت 7 سنين دلوقتي بالوقت اللي انا بكلمكم فيه 7 سنين في فنلندا. بعشق فنلندا، بعشق فنلندا، اولادي يعرفوا ده، وبعشق المانيا، وبعشق قبلهم مصر، يعني دي حاجه خلاص في دمي، 7 سنين هنا 7 سنين هنا. السؤال بقى، قدرت اتكيف في المانيا؟ طبعا قدرت اتكيف. في تلاقي النويح شغال، ايه العنصريين ايه اللي فيهم؟ انا ببص، انا خليك ايجابي، تفكيرك ايجابي، مفيش مجتمع متكامل مثالي، الكلام ده مش موجود في كل حته. هتلاقي انت دورك تكون مرن وعندك ادابتابيليتي، مقدره على التكيف على الوضع اللي انت فيه. الموبيليتي الحركه، انك تتحرك من دوله لدوله. عايزين تفهموني مثلا، عايزكم تتخيلوا ان رمزي في قريته في شمبارة، تخيلوا كده اللحظة، ايه المفردات والتعابير اللي كنت هستخدمها وانا بتكلم؟ ايه اللغات اللي كنت هتعلمها؟ ايه الثقافات اللي انا كنت هنفتح عليها؟ مقالاتي هتبقى مكتوبة ازاي؟ انسوا انسوا، القرى محدودة ومسجونة بالحدود الجغرافية. اللي راح المدينة او المركز يتعلم هناك، اللي راح العاصمة شكل تاني تعامله ما بيعرفش يرجع يتعامل مع بتوع القرية، يطلع يلطم وحسدين وبيجيبوا في سيرة الناس ايه يا عم انت اول مرة تعرف، ما كلنا عارفين. لا، وفيهم ناس تتشال على الراس، لكن حقيقة كل ما هتفتح برجلك وتخرج من الحتة اللي انت فيها، كل ما هتنفتح على ثقافات وهتتعلم مفردات وهتشوف احداث انت ما شفتهاش معايا. يعني داخل المجتمع الالماني رغم ان هما الاثنين اوروبا، لما بحكي عن ده وده مجتمعين يعني خلف خلاف، دي دولة كانت فين وبتعمل ايه، وعارفين انتوا المانيا والصناعات والحرب العالمية الاولى والتانية ودورهم ولما اندبق وقاموا وصناعات المانيا واللغة والتمسك بال... خشوا بقى فنلندا كانت بتستعمر، كل اللي يعدي عليهم ينزل ياخدهم. فقصة الشعب وانا بتعامل معاه انا عايش ده في الثقافة بتاعتهم، فهمه كويس جدا معاهم، مستوى التعليم في فنلندا فوق في السماء، اول تعليم عالم في العالم فنلندا. لما بروح المدرسة مع عيالي انا لحد النهاردة لحد الساعة دي بنبهر بالتجربة الفنلندية في التعليم. انا ليه عملت 1000 معلم ملهم مؤثر مع مجموعة من على مستوى العالم اكبر ناس في التعليم؟ ليه؟ انا منبهر بطرق التعليم في فنلندا، رهاب في التعليم. بس ما ينفعش انقل التجربه كما هي، لازم تدخل في الثقافه العربيه بتاعتها، لازم يكون لها حدود، لان هي معموله كتجربه غربيه لمجتمع غربي لثقافته وليه طباعه وليه مشاكله وتحدياته.
فانت لما تيجي تجيبها هنا تجيبها بقى من المنظور العربي. فعشان كده كنت حريص ان اطلع بالمبادرة دي وتنجح. 13,000 مؤثر وملم مشتركين على مستوى الوطن العربي، خدنا منهم 1,000 بس، وان شاء الله مكملة كل سنة. فانا عايزكم تفهموا الحتة دي، السفر مش فلوس، هو فيه فلوس بس مش قضية فلوس السفر. السفر فيه حاجات ابعد بكتير، انك تغير فكرك وتنفتح على الاخرين وتسمع الرأي الاخر وتحترمه. معايا كده؟ لما اجي اقول اكسرسايز اند منتال هيلث، ناس كتير ممكن تظن ان انا اعتني بصحتي النفسيه، ده مطلب عادي، احنا متعودين ناس بيقولوا لنا كلام سلبي، ناس دكاتره الجامعه بيسمعونا كلام صعب برضو احيانا، بتقابلنا حاجات كتيره بتاثر على نفسيتنا، الوالدين في البيت بيحكمونا بالثقافه بتاعتهم والباك جراوند بتاعتهم، فعايزين يحطونا في اطار هم اللي رسمينه لنا ويسجنونا فيه. فانت فصحتك النفسيه لا مهمه جدا، تخلي بالك انك ما تزعلش، تشوف ايه اللي بيزعلك وتبعد عنه، تشوف الاصدقاء اللي بيساعدوك تطلع، لازم تهتم بالصحه النفسيه بتاعتك. ممارسه الرياضه من الحاجات اللي انا اقولها لكل اللي قاعدين هنا، كام واحد بيمارس رياضه بصفه يوميه؟ تقريبا بنتكلم 10% مثلا بيمارسوا رياضة. انتوا اللي ما بيمارس رياضة مش هيدفع الضريبة دلوقتي، بس بعد الـ40 هيدفع الضريبة، بعد الـ30 كمان هيدفع الضريبة، هيدفع الضريبة. انا قبل ما انزل، بص يا جماعة، هي الموضوع ارادة. يعني انا لما قلت اللي عنده ارادة determination، اللي عنده ارادة وعزيمة هو اللي هيكمل، اللي ما عندوش اراده يفهم. يعني انا من ضمن الحاجات اللي في الف معلم مؤثر، اقول كان ليا صديق بكلمه عن البرنامج، فهو ما شاء الله يعني مليان جدا، وقلت له انت معلم؟ قال لي قلت له يعني انت رول موديل، قدوه، نموذج لطلابك؟ قال لي ايوه. قال لي تخيل، قلت له تخيل انت بتغير في سلوكياتهم. قال لي طبعا انا ملهم ومؤثر. قلت له تخيل انت مش قادر تغير من سلوكياتك انت في الاكل وتنزل الثلاثة متر اللي قدام، هو صديقي صديقي يعني. قال لي انا، قلت له ايوه دي اراده. اذا الولد ما قدرش يتعلم ده منك، انك تقدر تتحكم بتاكل ايه، بتشرب ايه، تعرف كم كالوريز داخله جسمك، كل ده بيأثر على تركيزنا الدراسي. بناكل ومش بتفرق معانا، في ناس مش عارفه الميتابوليزم ستوري بتاعها عامل ازاي، يبص تلاقيه راح وهو في حياته كده في التعليم وقعد يذاكر وقعد ياكل ياكل ياكل. لا، لازم تركز. ان لبدنك عليك حق. السؤال ده بينعكس على تعليمك؟ ايوه. بينعكس على مسارك المهني؟ ايوه. بينعكس على كفاءتك؟ ايوه. انا لو ما بمارسش رياضه ما اقدرش اخد شوط 4 ساعات بدرس اونلاين، لا يمكن. انا لو ما بجريش ساعه ونص كل يوم وبعوم وبلعب بكره قدم احمد ومعتصم شاهدين على ده، صعب شباب لعب كره قدم مع بعض، فريقي على طول. ليه؟ لاني لو بطلت رياضه انا كده خلاص، انا عارف ايه اللي هيحصل. انا نزلت مصر، نزل 6 كيلو قبل ما انزل بدماغي، 25 يوم. طبعا 25 يوم 6 كيلو. اللي بيكلموني اساتذه التغذيه بيقولوا لي انت ايوه، بقول لهم انا بحب اعمل حاجه بعملها. اذا قدرت توصل لطريقه التفكير دي وتعرف انك انت المتحكم في نفسك، مش شهوتي اللي متحكمه فيا لفضل الله عز وجل، اذا قدرت تعمل دي عضله، دي اسمها عضلة، انك تبقى ارادتك بايدك. خلوني كده مثلا، حد الاخوة بتوع التدخين، مفيش، انا عندي كل ما ادخل ارجع، كل ما الاخوة بتوع التخسيس متبهدلين، ليه؟ الشهوة اعلى. انا عندي اعرف اسرة 3 أو 4 كلهم ماتوا ديابيتس سكر، كلهم صغيرين في احجامنا، جيراننا، نزلت البيت كله مات، طفلين واب وام، البيت كله مات. الدكاتره قالوا لهم خلي بالكم 1 2 3، ما قدروش، شهوه الاكل اقوى. فانا عايز الشباب اللي بتسمع يقوي عنده عضله الاراده لاي حاجه هو يقدر يعملها توصل ليها بفضل الله عز وجل، بس لازم تقوي عضله ارادتك، ما تبقاش هش في اول كام مباراه كده تروح راجع ورا وماشي، لا. وعلى فكره بتفضل يعني، هتيجي تربي لازم تتعلم تربيه، هتروح تحضر كورسات في التربيه،
هتلاقي الموضوع مقرف ومتعب. لا، لازم تيجي على نفسك وتشوف لك شويه وقت للتربيه. طالما عايز تبقى اب وعايزه تبقى ام لازم تتعلم. هتروح تتجوز لازم تتعلم يعني ايه زواج واحترام زوج شريك الحياه وازاي تقدر تتفهمه ويقدر تتفهمه. عشان كده انا حاطط لك المرج. انت تعرف ان انت لو اسعت اختيارك في مشروع زواجك ممكن يدمر اصلا مستقبلك التعليمي. ايوه، دي حاجه بديهيه. اذا ما خدتش شريك حياه يتفهمك ويتفهم احتياجاتك وان انت عايز توصل لمكانه معينه علميه وعارف ان انت ماشي رحله وموافق ان يمشي معاك الرحله دي، ولا هيقعد بقى ينجرجرك على المحاكم وهات رؤيه الطفل ونجيب 5 شهود يصلحوها و10 يبوسوا ايديها و12 وتتسجن في القايمة. انا بزور صحاب، انا ليا اصحابي بزورهم في السجن. رحت السجن بشورت واجنبي داخل، كلمت ناس قالوا لي طيب صديقي والله، رحت زرت ايمن حياته كلها دلوقتي اواضي وايمن. فمشروع الزواج ده هيأثر على مستقبلك العلمي. انت انا ما كنتش افهم ده وانا بختار، انا ما كنتش افهم ده، بس لما شفت اللي حواليا وشفت تجربتي مع زوجتي والاطفال فهمت ان الاختيار الصحيح هيريحك تعليميا، مستقبلك هيبقى كويس جدا. ارجوك اتقن الاختيار. sleeping schedule يعني انتوا متخيلين مثلا النوم، يعني انا الثمان ساعات نوم دول تلت عمرك. سريرك ضلمه المحيطه تبقى صامت، ما تفتحش الموبايل قبل، الحاجات دي كلها بتزود من كفاءه عقلك وتركيزك وانت مش واخد بالك. خليها عادات عندك. سريرك يبقى كويس. كويس يعني ايه؟ مريح صحيا. اسالوا بس المخده تبقى ايه. ده في ناس والله العظيم بتتعالج دلوقتي. انا ليا اعز اصدقائي اسال الله عز وجل ان يشفيه، ولسه داخل على مشارف الأربعين، انزلاق غضروفي والرقبه واشعه متبهدل والله. شال مادتين، كان عنده امتحان MBA ده ما دخلش مادتين شالهم بسبب اللي حصل معاه. وشباب ايه بقى قال لي بطلت رياضه سنه ونص يا دكتور. قال لي سنه ونص، مدير فرع كبير جدا في شركه كبيره في مصر، حد كبير. وانا كنت مكلمه على اللي انا بقوله ده، قلت له ارجوك قف مع نفسك وقفه، مع صحتك النفسيه، مع جسدك، اتعلم هاو تو مانج. ودي هتجيلنا على مهاره مانجمنت في السكيلز بتاعتك، هاو تو مانج. احنا بقى الاداره دي واخدينها فن مش عن يعني ايه؟ ازاي تدير بيتك دي اداره، ازاي تدير حياتك دي اداره، هاو تو ديليجيت ازاي تفوض ناس تعمل لك شغل انت ما عندكش وقت تعمله، ازاي تشغل اهل بيتك معاك في مشروعك في مشروعاتك، ده اداره. ازاي تقود فريق 50 وتقود شركه او مؤسسه، ده لازم تتعلموه. الاداره المانجمنت، بروجكت مانجمنت، ازاي تقود مثلا مشروع التخرج وتقود تو ليد تيم، ده عايز مذاكره وقرايه وتشوفه وتطبقه، دي مهاره. واي حاجه من المهارات دي لو هتحطها في السي في بتاعك وتحطهم جنب بعض كده وترصهم له ان انا عندي بروبلم سولفنج، كل ده لازم تحطه في السي في بروجكتس انت عملتها. ركزوا في الشويه اللي انا قلت لهم، الكريتيكال ثينكينج، كوميونيكيشن سكيلز، كمبيوتر برو. دلوقتي اللي بيحط في السي في انه عنده يوتيوب شانل ومعاه درع زي حالاتي كده، ده عمده. لو ان هم 300,000 على مستوى العالم ساينس كوميونيكيتور، لا ده عنده شانل، ده بني مجتمع في 100,000 على اليوتيوب، بيحطها في السي في. خلوني اقدم مثلا في نيتشر او ساينس في الاوفيس بتاعهم العلم، مرحب بيا في اجي هقدم، عندي مليون متابع، عندي كوميونيتي كبير جدا يتمنوا ان انا اروح، عندي سكيلز قدرت ابني المجتمع ده، هم عايزين اللي زيي. واخدين بال حضراتكم حاجه هي بعيد عن شغلي وبعيد عن العلم وبعيد عن الساينس، بعملها بحب ومركز فيها، اتعلمت منها مانجمنت، عندي 50 واحد بديرهم. كل ده انا عامله في صفحاتي وعامله في بروجكتس، مش بس بحث علمي. هو ده ايه الدليل؟ ايه الدليل في السي في انك عملت ده ومعاك المهارات دي؟ هو ده السؤال، ده اللي هيخليك تروح للانترفيو. بروجرامينج كمبيوتر، تشات جي بي تي، هل ممكن سي في دلوقتي
يتعمل ويروح لمؤسسة من غير ما يدخل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ده تبقى كارثة. ده احنا ما بنطلعش دلوقتي piece of content على منصاتنا كلها، سواء ايديو هاب، ايديوكيشن كلينيك، رمزي عبد العزيز بروفايل، او الصفحة الرسمية، او يوتيوب، كله شات جي بي تي معانا، ايده بايدنا، دراعه بدراعنا. انا بقول لكم 70% من محاضراتي بتاعت 1000 معلم مؤثر وملهم 70% منها تشات جي بي تي. انا قاعد بره عنب، اديني كذا اديني كذا، اديني الستوري بتاعت الاستاذ ده لما درس لبيل جيتس عمل ايه معاه، اديني اعظم ملهم في التاريخ وعلم. انا فاضي، انا ادور على جوجل من تشات جي بي تي اهو. طول كل واحد فيكم يسال تشات جي بي تي انتوا استخدمتوه ايه الفتره اللي فاتت. ده انا بنتي عامله 3 ارباع البرزنتيشن بتاعتها في المدرسه الالمانيه بتشات جي بي تي، بتشات جي بي تي، وبتكتب ان هي مستخدمه تشات جي بي تي، بس هي تطلع تو بريزنت، بس النوليدج الانفورميشن وبتدقق وراه. لازم يبقى عندك كريتيكال ثينكينج. ساعات بيحدف مني في شرق في غرب، يعني انا بساله عن رمزي عبد العزيز، بلاش اقول لكم، الف تاليف عنب عنب، بيبعتك في حاجات زي جوجل مابس كده، تمشي وراه ممكن يحدفك اسوان عادي وانت ماشي على الدائري، ما بتفرقش. فانت لازم يبقى عندك كريتيكال ثينكينج، معايا المهاره دي تبقى معاك. طيب انا بقول انك لازم تمارس رياضه، تشتغل على النوم، تختار صح علاقتك بربنا، دي مهمه، صحتك النفسيه، روحك لازم تهتم بيها. الحياه كلها ضغوطات ومشاكل وتحديات، وعايزين فلوس للزواج، وعايزين فلوس نعمل بيت، وعايزين نسافر، ورفض رفض رفض لكن وعمال تبني شبكه علاقات. بس اللي بيخليك مستمتع بكل اللي انت بتعمله ده هو ان انت بتعمله وان في علاقه بالله عز وجل. الرحله دي كلها انت بتعملها لله. ما احنا بنفهم، بنتعلم، بنسعى في الارض ليه؟ عشان نتعرف على الله ونعبده باختيارنا. انك توصل ليه انما يخشى الله من عباده العلماء، ليه؟ لانك طول ما انت في رحلتك انت المفروض تتعلم عن الله عز وجل وتصل له بقى بحسك، بعلمك، بمحاضراتك، بمذاكرتك، بقراءاتك. فانت لازم كل بقى المشاق واللي بتاع كل ده موجود، هتاخد الاجر، ده مضمون. لازم تحسن الظن بالله عز وجل. لو ما خدتوش في الدنيا هتاخده في الاخره، مفيش فيها مشكله، ده احنا الموضوع ده منتهي يعني، ما فيهوش نقاش، مش نقاش يعني. طيب فلازم تصحح اهم علاقه في حياتك معايا. يعني الشباب مثلا، من الحاجات اللي بتشدك بره التعليم والكارير بتاعك العلاقات المحرمه اللي انت بتعملها، التدخين والمخدرات، كل ده هتلاقي مبحث في الدين بيقفله لك. ما ينفعش. ركز ركز، انت ليه موجود في هذا العالم. لما نيجي بقى الحته الاخيره اللي انا عايز انهي بيها السلايد دي، يو ماست هاف ا منتور، لازم يكون عندكم منتور. وانا عندي محاضرة كاملة عن دي، كانت محاضرتي اللي فاتت، كان 4000 حضرناها، وكان حوالي 18000 اونلاين، محاضرة ازاي واهمية وجود منتور في حياتك. فانا مش هتكلم في النقطة دي، لان عندكم محاضرة كاملة، خشوا على رمزي عبد العزيز هتلاقوا محاضرة ازاي تختار المنتور بتاعك، او اهمية وجود منتور وازاي تختار. انا عايزكم تبصوا للصورة دي، بتتابعوا مين فيهم؟ هل في حد بتتابعوا؟ ارفعوا ايديكم لو تعرفوا حد فيهم. ما شاء الله. دول لما بنزل مصر بقابل دول، يعني بيتابعهم ملايين على مستوى الوطن العربي. الزيرو مليون متابع، ماشي. الزيرو مش مبرمج، ده خريج خدمة اجتماعية، وهو رقم واحد في الوطن العربي في تعليم بالبرمجة، وقناته ومدرسته بيتابعها اكثر من مليون بيتعلموا مع البرمجة. الزيرو اللي هو ده ابو كام. الكريم اللي بعده ده ما خدش شهاده اصلا، كان معايا امبارح، وده ادخلوا اكتبوا كريم ايهاب مسلم على اب وورك، الدخل بتاعه الساعه بتاعته 75 يو اس دولار تقريبا، يعني من اعلى الفريلانسرز على مستوى العالم في مجال بقى الويب سايت والبروجرامينج والحاجات دي. ما خدش شهاده، قال لي ما خدت، دخلت اولى كده وسبتها ومشيت. مش ده معناه ان لازم تكمل شهادتك، ده هو زعلان انه ما كملش، بس عمل ده كله من غير، يعني عايز اقول لكم ان تخيل بقى ان انت لو معاك شهاده ومعاك الحاجات دي،
اللي بعده دكتور إيهاب مسلم، اصلا طبيب، طبيب ودلوقتي 30 سنة في ريادة الأعمال وبناء الشركات والتسويق. قام ده والدي، يعني بعد والدي، ربنا يبارك لي في عمره يا رب. كنت معاه امبارح برضه. هيثم شرحه برضه مؤثر، عنده 3 مليون متابع على السوشيال ميديا. أحمد ده صديق في فنلندا، ده من المعدودين على مستوى العالم. أحمد عماد الدين، حد يعرف أحمد عماد الدين؟ بتشوف رسوماته، ده فنان بمستوى عالمي، ده عمل شغل يعني حاجاته، صوره بتتعرض في الأوسكار، ماشي، لوحاته بتتعرض في أمريكا وفي متاحف في إيطالي وفي لندن، حد شخصية، وكرم من أفضل 25 جرافيك ديزاينر، جرافيك أرتست، فنان بيزعل، هو ديجيتال أرتست على مستوى العالم، وهو سنه تحت 25 سنة، خد الجائزة دي. احمد صيدلي على فكره، مش جرافيك ارت. المخبر الاقتصادي، اكيد اكيد اكيد، مين اللي ما بيتابعش المخبر الاقتصادي؟ بتتابع المخبر الاقتصادي؟ اشرف ابراهيم ده صديق، اتفرجوا، عنده ملايين ملايين. اصلا تعرفوا ان هو ايه اصلا احمد اشرف؟ حد يعرف هو اصلا خريج ايه؟ كليه ايه؟ كليه حقوق، جابها ورا، كليه حقوق. ايه اللي يخليه رقم واحد في الوطن العربي كمؤثر في مجال الاقتصاد والبيزنس ليه؟ استنوا بس، مفيش واحد، استنوا. اللي بعده غريب، احمد ابو زيد، مهندس مدني ويتابعه 7 مليون سبسكرايبر مشترك على اليوتيوب، ليه؟ ايه السمة المشتركة بالناس دي؟ وطبعا انتوا عارفين ابراهيم عادل، هو غاب كان تعبان اليوم ده، ابراهيم عادل 10 مليون، كان جراكن في مصنع، انا جبته معايا، ادخلوا شوفوا معايا، كان معايا في انترفيو، شوفوا قصته كده. كلهم لونج لايف ليرنر، كلهم عمالين يستكشفوا في مهاراتهم القوية وازاي يستفيدوا منها ويفيدوا مجتمعاتهم. هو ده اهم نقطة في النجاح. واشكركم على حسن الاستماع. طيب انا في متاكد ان انا لو خدت كل واحد منكم ايه الميزه في رمزي عبد العزيز، كل واحد هيقول حاجه مختلفه، ولكن الحاجه اللي احنا مش قلناها هي دي اللي هتبقى سبب سؤالي، اللي هي النتوركينج. والنتوركينج على فكره مهم جدا، عارفين حضراتكم لما دكتور رمزي اتكلم عن الواسطه والشغل ومش عارف ايه، انت لو ليك نتوركينج البيئة دي هتبقى متوفرة وهتضمن لك وسائل للنجاح كتير، ما هياش واسطة، نتوركينج. النتوركينج ده ان انت يبقى اتصالاتك، واتصالاتك دي على فكرة خلي بالك النتورك ما بتجيش من فراغ، بتيجي ان انت فيك مهارة معينة ممكن ما تكونش موجودة في حد تاني يستثمرها. خلاص؟ وده هيدخلني سؤال دكتور رمزي، كيف بنى رمزي عبد العزيز شبكته العلمية، ماشي، وكيف أثرت على حياته العلمية والمهنية؟ مش عارف أقول لكم إيه، بس أولا بشكركم على الكلام اللي مس قلبي وعقلي، وحقيقي يعني الحمد لله إن الزرع في مكانه صحيح. في أخ قال الصدق، الصدق واعظم شيء يبني علاقه طيبه، بس ما تغيرش السؤال. الصدق هو، انا بقول لحضرتك انك تكون صادق في علاقاتك مع الناس، صادق معهم، دي مهمه. بس حضرتك تمام، بس انا هقول حاجه، هقول لكم على حاجه الدكتور هيسمعها لأول مرة، حضراتكم بتسمعوها لأول مرة في حياتكم. هو سأل السؤال، طبعا أنا على بالي السؤال ولا لا، أنا خارج النص، بس أنا ده هو مفيش سؤال، ده هو بي 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 بس هو فعلا اللي يعرف يعني كل منصاتي، شبكة علاقاتي هي أغلى ما أملك في الحياة، عشان أكون صريح معكم. يعني انا اللي بيصورني واللي بيعملني واللي بيجيبني من المطار واللي بيشيلوني بروح سفريات، كلهم صداقات، محبين، حبة خالصة. انتوا متخيلين ان اطلع مع معافر واجيب دكتور طارق سويدان؟
بدون مقابل. ازاي ده؟ ازاي اجيب ترك السودان يعني مع معافر برنامج على السوشيال ميديا؟ ازاي اجيب الدكتور عصام حجي؟ ازاي الدكتور فاروق الباز؟ ازاي اجيبه؟ احنا قعدنا 3 شهور نجيب من ناسا الدكتورة تهاني عامر من اعظم حلقات مع معافر. الهام فضالي من ابل جبناها ازاي؟ علاقات، شبكة علاقات. هو جاب الحتة الصح دكتور عبد الله، اي ابريشيت. وانا عمري ما حد كلمني عن النقطة دي. تعرفين المهارة طبعا خلاف طبعا ان انا الحمد لله باكرم الناس واحسن اليهم. انا بحب جدا الاحسان في حياتي. في كتاب انا عايزكم تقروه كلكم، الكتاب ده هيحطكم يعني ايه تؤثروا قلوب الناس، ازاي تقلبوهم لاصدقاء ومحبين. الكتاب ده من اعلى كتب العالم في الحته دي. انا كل صفحه اقلبها اضحك، اقعد اضحك. فيقولوا لي بتضحك، اقول لهم بضحك لان انا بستخدم ده بالفطره ومهاراتي بعمل. عارفين كتاب ايه؟ طيب مين الكتاب اللي انا قلته الالف معلم مؤثر لازم يقراه؟ هو الكتاب ده، كيف تصنع الاصدقاء وتؤثر في الاخرين. How to make friends، تؤثر في الاخرين. متباع مش عارف 50 مليون نسخه. كتاب رائع 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 رائع. الكتاب ده لازم تقروه، ما ينفعش ما تقروهوش. هيحسن علاقاتكم داخل نطاق الاسره باولادكم وشريك حياتكم. هيأثر هيحسن علاقاتكم بجيرانكم، هيحسن علاقاتكم بالجامعه. بي 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 بي. اقروا بس طبق، اقرا وطبق. اقرا الكتاب ده، ما ينفعش سريري كده والكتاب ده جنبي. انا مخلصه قبل ما انزل، ربنا ما يحرمني منه. اللي اداهولي صديقي الصدوق عبد الرحمن يسر، مهدي لي، بيهديني 10 كتب كل سنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. بيشتري لي 4 كتب ويقول لي انا نفسي اشوف اثر الكتب دي في محتواك على السوشيال ميديا. انتوا متخيلين؟ ربنا ما يحرمني منك عبد الرحمن. فالكتاب ده اقروه. بس هقول لكم على حاجه بقى لازم تستخدموها، ما جيتش في الكتاب، ما وردتش في الكتاب. ما انا عندي كريتيكال ثينكينج، ما انا لما اقرا كتاب هو ايه الكتاب اللي ناقص فيه وما جابوش، ما تطرقش له، رغم انه كتاب عالمي وتقيل وريفيوهاته كبيره، بس انا قريته كامل وعشت في القصص بتاعته، لانه كله قصص 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 وشركات وبتفلس وتيجي علاقه تنقذ الشركه، مواويل يعني. لا تخاف من الرفض، خليك مبادر. وانا رايح بكلم الدكتور طارق السويدان، ببعت له واقول له عايزك تطلع معايا. انا مش خايف انه يرفض. هيكسفني، ما انا اترفضت كتير في حياتي عادي. هيتكتب على ظهري ان فاروق الدكتور فاروق الباز رفض انه يطلع مع رمزي عبد العزيز، الا عادي والناس عرفت عادي. انا ما بخافش من الرفض. بدخل كل العلاقات بعقليه المبادر، انيشيتور. انا مبادر، المهاره اللي اتكلمت عنها. انا اللي ببدا العلاقه، وانا اللي بحط قواعد العلاقه وبحترمها وبكون صادق فيها وباكرم واحسن الشخص اللي جاي معايا. لو رفض عادي. لا يشين. على فكرة الموضوع محزن ومؤلم وبداية. أنا في السن ده وفي عدد المتابعين دول والتأثير ده، لما ببعت لواحد ويرفض صدقوني أنا بقى مربي نفسي على كده. طب وإيه يعني ما يرفضك يا رمزي؟ هو بيرفض؟ هو ده أنا طلع معايا فاروق الباز وطلع معايا قامات علمية كبيرة، الدكتور عصام حجي، وهيطلع معانا رئيس جامعة عين شمس والدكتورة ريم بعد كده، ازاي دول يرفضوا؟ بيبقى فعلا نوها وبتضايق. يعني انا لو قلت لكم على اسماء جاية دلوقتي مع معافر لن تتخيلوها. انا جاي معايا اعلى بروفيسور ساينس كوميونيكيتور على مستوى الوطن العربي في اخر 5 سنوات. اكسرسايز ليكم.
لو جبتوه كان في هارفارد. لا انا عايز ده اكسرسايز توقعوا، لان بدي هدايا على اللي بيتوقع، اللي بيجيب الشخصيه اللي بيجي معايا، ده الموضوع مش سهل. بس لو انتوا سمعتوا البقين دول متسجلين طبعا، الحلقه دي هتنزل على اليوتيوب، هتعرفوا اني بجيب ناس يعني فعلا. وعايز اقول لكم ان اللي بيجي تقريبا 50%، فانا بترفض 50%. ال50% الرفض بيخلوني اجود محتوايا واخليهم يتندموا بعد كده. دي في العلاقات، اساس العلاقات. وفي انصح بفيديو العلاقات بتاع الدكتور ياسر الحزيمي، بشع في العلاقات، واخد مش عارف 34 مليون 48 مليون دلوقتي، بشع في العلاقات، ديب ديب ديب. ما يفهمش قوة الفيديو ده غير اللي بيقرأ كتير، يعني قري، يعني ده مكتبة محطوطة في فيديو 3 ساعات. اسمعوه معايا كده، زي في حاجات كده، في فيديوهات كونتنت بجد بيغنيك عن مكتبة. حلقة مع معافر واحدة بتسمعها بتغنيك عن كتب. انتوا عارفين يعني ايه الدكتور فاروق الباز كقامة علمية مصرية وعالمية في ناسا، وفي كويكب باسمه ومؤلفاته، يعني ايه يطلع وانزل سؤال في التاني في وطلع نقاط القوة وايه اللي خرج بيه من رحلته ونصايحه للشباب؟ انتوا متخيلين الاثر؟ انا اول شخص بتعلم. ناخد الاربع سنين بشتغل اتعلم في فريلانسر احسن، ماخد 4 سنين في شهادة، وبرضو هعرض ادور على شغل بعد، انا اطور نفسي في الشغل واقبض بعد ال4 سنين على طول. فكده انا لغيت المجال الاكاديمي خالص. فكده تعلمت في الارض. انا هقول لحضرتك، انا هظبطك في الحتة دي اوي. انا عايز اقول لك على حاجة، انا شغال ستاف ساينتست في جامعة أرتو الفنلندية، بدرس وعندي R&D research and development وبعمل شغل. حضرتك واحد من ضمن، استنى بس استنى بس اسمع مني، التوازن ان عندي جزء بنمي بيه مهاراتي، ده جزء في حياتك لازم يبقى عندك adaptability، تكيف انك تبني مهارات مع دراستك. حضرتك ما ينفعش تكون وظيفتك في الحياة طالب عشان شهادة جامعية بس. انت عارف حضرتك ال4 سنين اللي انت بتدرسهم دول بيتحطوا كام سطر في السي في؟ واحد بس. فكر بقى انت هتحط ايه جنبه خلال ال4 سنين. اذا انت فكرت بمنطق ان انت متشقلب وتعبان ومتبهدل في دراستك ال4 سنين، دي كارثه اصلا. You should manage yourself. ده في ناس بتتجوز وتخلف وبيجيبوا امتياز بيطلعوا اول الدفعه. انا يعني مش عايز اقول كلام اصعب من كده، لكن دي مشكله في تفكيرنا احنا. انت وظيفتك ايه؟ طالب جامعي خلاص خلصت. طب ما انا وظيفتي ايه؟ دكتور في الجامعه. ليه عندي 1,000,000 متابع وليه عندي كتاب وعندي 50 ناس شغال وعم الف كتب وعامل ويب سايتات كل ده طلع ازاي؟ ايه بالفهلوه؟ لا، بالتعب وشغل وتعب ولونج لايف ليرنينج، بشتغل على نفسي. الصيف عندك 2-3 شهور الصيف دول انا ما كنتش ببطلهم، كنت بشتغلهم، ما فيش اجازه صيفيه قعدتها. حضرتك ايه واخد اجازه؟ انا جاي دلوقتي استمتع باجازتي بعد ال40، نازل من فنلندا استمتع باجازتي في مصر، ومع ذلك دخلت عامل محاضرة خمس ألف 2 شهر بحضرها في فنلندا، وجيت هنا دي عشان أحضرها بذاكر وبتعلم. ده حياة، جزء من حياتي إني مش هوقف تعليم، فبتعلم ببني مهاراتي وأنا بتعلم. ده لازم الكونسيبت ده. ناخد سؤال تاني الله يبارك لكم عشان ما نطولش. ايه السن المناسب كطالب وبعد كده لما يجي يسافر؟ يعني انا متابعه حضرتك كتير جدا ونفسي بجد ان انا يعني اشوف المنحه اللي تناسبني، بس في نفس الوقت ابقى عايزه اعرف ايه السن المناسب ان انا
بعد ما اخد كام خبرة عندي اللي يخليني ابقى مقتدرة ان انا اسافر واتكيف برا؟ ده سؤال. السؤال التاني، انا لو مثلا عايزة اخد الطريق اللي ابقى كباحثة، تمام، ايه الخطوات اللي انا المفروض اخدها بعد التخرج؟ وبيبقى في خطط، يعني هو سبحان الله احنا بنبقى حاطين خطط وفي خطط تانية ربنا حاططها لنا. نعم. فازاي هل يعني انا كلنا نفسنا نسافر، فالفكره ان بعد كده لما ربنا يعني بيكرمنا ازاي الخطوات دي باخدها عشان ابقى يعني حاجه بعد كده؟ بس ممتاز جدا. بالنسبه لمشروع السفر، عايز تفهمي ان السفر مش غايه، ما يكونش غايه ان انت عايزه تسافري، لان انا دايما بقول الجمله دي، انت بتشتغل في اي وطن في اي بلدك كانك عايش بقيه حياتك وبتبني على ذلك، وبتجهز نفسك لو حابب تسافر ومقتنع تماما ان السفر اد فاليو ليك وكانك هتسافر بكره. عارفه المعادله دي؟ يعني اول حاجه تجري تجهزي اوراق اللي انت مطلوبه منك، اللغة الإنجليزية IELTS. الIELTS عايزين 7، هتقعدي تجيبي 6.5 وتعفري لحد ما توصلي 7. احنا عارفين الأفرج ما بين السبيكينج والرايتينج والحاجات دي، صح؟ وقت ما تبقي مجهزة ده ومعاك الدرجة بتاعتك عالية، على طول قدمي. خلاص، أول شهادة انت محتاجاها هي الIELTS. لو قدرت تخلصي الIELTS في سنة رابعة، انتوا عارفين الIELTS برا في الدول زي ألمانيا وفنلندا بياخدوه هما في الثانوية، في الثانوية بيخلص شهادة الايلتس معايا. فانت جهزي شهادة الايلتس بتاعتك، الجي بي اي بتاعك عالي مرتفع، وقدمي منها. خلاص انت جاهزة، مش محتاج حاجة تاني. هما دول الحاجتين المهمين، وانت ماشية بتبني بقى المهارات المطلوبة دي. لكن في حاجات كده الف ب محتاجين، اي كل ما كنت اصغر سنا وعندك المهارات تعرفي مثلا نشرة ورقة ورقتين او مساهمة في ورقة ورقتين بحثيتين، انت كده جاهزة. بس مفيش وقت مناسب يعني. يعني قصدي ان انا يبقى عندي خبرة اكتر، يعني مثلا انا لو ربنا كرمني مثلا طالبة او بعد التخرج ونميت المهارات دي، مش محتاجة مني ان انا بقى مثلا اشتغل في مؤسسة معينة؟ لا 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 مفيش الكلام ده خالص. لا 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 مفيش الكلام ده، ولا بيحتاج منك. في سكولرشيبس بتبقى نازلة للناس اللي راحوا الصناعة سنة وسنتين، دي قصة تانية. بس ان جنرال لا، ده مش شرط رئيسي. انت شهادتك الجامعية الجي بي اي بتاعك عالي، لهم درجة كده ما تنزليش عنها، مواد التخصص يبقى ليكي تقدير عالي. امريكا بيحتاجوا الجي ار اي معروفة، في ريكويرمنتس دي عملتيها، لكن انت طالعة تاخد الخبرة بره. ده اصلا ده تكتبيه في الموتيفيشن ليتر. بس اللي انا بقوله ده، انت عارفه بتكتبي كفر ليتر ازاي، او الموتيفيشن ليتر بتاعك بتكتبيه ازاي، السيره الذاتيه تو بي ديزاين، متصممه للسكولرشيب دي. كل سكولرشيب هتقدميها السي في بتاعك، عندنا كورس كامل. عايزك انت بقى، انت رول موديل دلوقتي بالنسبه لي. روحي اسمعي محمود الضماصي، ماشي، كورس دراسة الطريقة المثلى للدراسة بالخارج، الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، سلسلة كاملة مكملة، ومحمود حاضر في عين شمس هنا. دخل، أنا اعتذرت ساعتها، كنت فعلا مشغول، وقلت وأوصيت إن محمود يدخل، ومحمود دخل عمل محاضرة ملهمة عن الدراسة في الخارج. خبرة العشر سنين حطهم لحضرتك في عدد حوالي 25 فيديو، كل فيديو 15 دقيقة، اساس متين. سؤال اخير معلش انا متاسفه. اخر سؤال، هل مثلا المنح بالفعل بتبقى متكفله تماما بالاقامه وكل حاجه؟ يعني انا مثلا لما يعني بسال اهلي وبقول لهم، يقول لي مثلا انت طلعت اتمرمطتي بره، طيب انا ليه اديهم اجابه صح؟ لا، انا قلت عندينا اللي موجوده في فريق صفحتي، وقلت عن ناس تانية في مرتب بتاخده حوالي 800، في ناس بتدي $1,000 في الشهر، في ناس بتدي 1200، في سكولرشيب كده، في بيوصلوا 1400 في الماستر كمان، في سكولرشيب، وفي سكولرشيب في ألتو، عندنا في جامعة ألتو الفنلندية بيعمل لك زيرو فيز، لأن المفروض عندنا في ألتو بتدفعي 16,000 يورو في السنة، لأنك مش مواطنة من الاتحاد الأوروبي ولا بنت من اولاد الفنلنديين. كان مجاني من حوالي 4 أو 5 سنوات،
وتغير بقى مدفوع. كان زي ألمانيا، ألمانيا هي تعتبر البلد الوحيد على مستوى العالم حاليا، هي واليابان، اللي ما زالت المنح الدراسية فري، دراستك في الجامعة فور فري. فدي تعتبر منح، انه ما خدش منك 16,000 زي فنلندا. ففنلندا بتدي منح 50% ديسكاونت، تشيلك نص 16، فبتروح تشتغل وتعافر وتجتهد، شوف لك بقى شغلانة كده مطعم بتاع، او تيتشنج ديوتيز في الجامعة، بندي سكولرشيب للطلبة عشان ياخدوا فلوس ويقدروا يدفعوا النص 50%. وكتير امثلة قابلتني وانا شرحت دوت. ففي بيعمل لك 50% نص المنحة، وفي منهم بيشيل لك خالص ما تدفعيش ولا مليم، دي كده اسمها منحة. وفي بقى بيشيل لك ويديك مرتب، دي فول سكولرشيب، بتاخدي فيها ممكن تاخدي 1000 في ايدك، ممكن تاخدي 800 يورو في ايدك كل شهر، بتدفعي منهم السكن 200، وتدفعي منهم مواصلاتك 150، والباقي ممكن توفري منهم كمان يعني. بس دي انواع، ما اقدر يعني، اتمنى انا فتحت لك كل شيء موجود.